من مجرد فكرة إلى التجسيد، ثلاث طلبة من تخصصات مختلفة لكن يجمعهم ولعهم بالتكنولوجيا الحديثة وكل ما هو رقمنا. الفكرة تمثلت في إنشاء مطعم ذكي، أين يكون الزبون ملزم باتباع طريقة مختلفة في اختيار طلبيته وحتى في تسلمها. كيف لا يكون مختلف والروبوت بروتو هو من يحضر لك الطعام بعد طلبه بواسطة منصة رقمية خاصة بذلك. الفكرة كانت في الأول لما كنا في طور الدراسة أنا وزملائي، أنا دارس أوتوماتيك وصديقي دارس في المعهد العالي للفندقة وصديقي الآخر دارس في التسيير والاقتصاد، قلنا لما لا نجمع بين الأفكار في مشروع واحد وموحد. الحمد لله قدرنا ربي إنشأنا مشروع فوديز بلانت اللي كان فريد من نوعه في الجزائر، لأنه أول مرة مطعم يعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي. هنا كي يدخل كليون هنا يقدر ما يتلاقاش بينا كامل، يدخل يلقى كود كيار يسكانه يخرج له ليان تاع المنيو يخير يكموندي واش يحب ياكل، صونينا احنا الداخل نوجدوا له لاكوموند تاعو نبعثوها له مع الروبو يحطها له. يحب يخلص بكارت مونيتيك ولا ما عندوش كارت مونيتيك يخرج بابليكاسيون يخلص. الى جانب تناول الطعام يجد الزائر للمكان لا سيما من فئة الطلبة والتلاميذ فضاء مزود بمكتبة رقمية يسمح لهم بالمطالعة. صافي بليزير تشوف ان فاست فود انتيليجون كيما هدايا، ان شاء الله يا خويا يعموها في بلايص واحد اخرين كيما ان شاء الله يطوروها ويروحوا لعفسه واحد اخرى. اون بليس كيما لهنا نشوفوا عفسه غير تاع تكنولوجيا، يعني لهنا ندخل في السيت تاعهم نكوموندي افاك ان كود كيير ان سيرفور روبو هو اللي يجيب لك لا كوموند لهنايا. اللي حاب يجي ريفيزي عنده دي زيكزارس يحلهم حبي بوكيني ولا يقدر يجي يريح في هاد لاصال توجور في الكود كي ار يخرج جوليا يدخلوه في بيبليوتيك الكترونيك يخير الكتاب اللي عجبه يقدر يجي يريح يطالع ياكل ماكلة مليحة ويروح فرحان. تجسيد فكرة المطعم الذكي بالنسبة لهؤلاء الشباب تعد واحدة من بين عدة أفكار أخرى في إطار المؤسسة الناشئة والمبتكرة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في هذا المجال. الهدف الرئيسي تاعنا انه احنا ديجا بدينا في الاجراءات باش نديروا مؤسسه ناشئه باش نمشوا في توجهات الدوله اللي على بالنا انها تدعم في الشباب وتدعم في الستارت اب، وان شاء الله اذا قدرنا ربي وتيسرت كاين عده افكار في ضمان لا روبوتيك في عده مجالات نقدروا نطبقوها وافكار راح تكون مذهله في بالنسبه للجزائر. هي عينه عن مواهب شابه كثيره تحتاج الى المرافقه والدعم لتجسيد مشاريعهم في جزائر غنيه بالكفاءات في كل الميادين.